يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الراجح من أقوال العلماء في التفضيل بين عشر ذي الحجة وبين العشر الأواخر من رمضان؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول عشر ذي الحجة لياليها أفضل، عشر ذي الحجة عشر الأواخر من رمضان، العشر الأواخر من رمضان لياليها أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان. نعم.